أجيال جي بي تي، أول برنامج إذاعي فلسطيني يستنطق تقنية الذكاء الاصطناعي في حوار شيق مليء بالمعلومات. أجيال جي بي تي من شبكة أجيال مع وليد نصار. أهلا بكل المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات. في هذه الحلقة سنستنطق تقنية جي بي تي الناطقة باللغة العربية، وهي تقنية للذكاء الاصطناعي التوليدي. سأطرح عددا من الأسئلة على تقنية جي بي تي، وهذه الأسئلة ستكون هي مضمون ومحتوى هذه الحلقة. أولا، أود أن أسأل جي بي تي: ما هي أهم الاختراعات الطبية التي حصلت مؤخرا وربما لا يعرفها مستمعو أجيال؟ من أهم الاختراعات الطبية الحديثة التي ربما لا يعرفها بعض المستمعين، أولا العلاجات المناعية للسرطان. تقدم هذه العلاجات مثل الخلايا التائية المعدلة جينيا طرقا جديدة لمحاربة السرطان من خلال تعزيز نظام المناعة لدى المرضى. ثانيا الأجهزة القابلة للزراعة للمراقبة الصحية. هذه الأجهزة تسمح للأطباء بمراقبة المرضى بشكل مستمر ودقيق من داخل الجسم، مثل أجهزة مراقبة نسبة الجلوكوز لدى مرضى السكري. ثالثا الذكاء الاصطناعي في الطب، يستخدم في تحليل الصور الطبية والتشخيص المبكر للأمراض، مما يزيد من دقة وسرعة التشخيص. رابعاً، الطباعة ثلاثية الأبعاد للأعضاء والأنسجة. تستخدم هذه التقنية لإنشاء نماذج للأعضاء البشرية التي يمكن استخدامها في العمليات الجراحية التجريبية أو حتى الزراعة في المستقبل. خامساً، تطوير لقاحات جديدة مثل لقاحات mRNA التي أثبتت فعاليتها في مكافحة الفيروسات بسرعة وأمان، كما رأينا مع لقاحات كوفيد-19. هذه الابتكارات تعكس التقدم السريع في مجال الطب وتسهم في تحسين الرعاية الصحية حول العالم. شكرا لك على هذا الجواب الطبي الذي يبرز أهم الاختراعات الطبية التي حصلت مؤخرا. أود منك أن نغير الموضوع قليلا وأن ننصح السائقين والسائقات باتباع ثلاث إجراءات يمكن أن تقلل من حوادث السير. إليكم ثلاث وسائل هامة للوقاية من حوادث الطرق. أولاً، الالتزام بحدود السرعة المحددة. السرعة الزائدة تزيد من خطر وقوع الحوادث وتقلل من قدرة السائق على التحكم بالمركبة. ثانياً، الانتباه والتركيز أثناء القيادة. تجنب استخدام الهاتف أو أي أجهزة إلكترونية أخرى أثناء القيادة، واحرص على مراقبة الطريق بشكل مستمر والانتباه لحركة المرور من حولك. ثالثاً، ارتداء حزام الأمان دائماً. حزام الأمان يقلل من خطر الإصابات الخطيرة في حالة وقوع حادث، لذا يجب التأكد من ارتدائه بشكل صحيح قبل بدء القيادة. باتباع هذه النصائح يمكنكم المساهمة في الحفاظ على سلامتكم وسلامة الآخرين على الطريق. ودعي المستمعين الكرام من شبكة أجيال الإذاعية، وأنا طبعا كنت معك وليد نصار ومع المستمعين. شكرا جزيلا للمستمعين والمستمعات الكرام من شبكة أجيال الإذاعية. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بحلقتنا اليوم. كان معكم وليد نصار ومعي تقنية جي بي تي الناطقة باللغة العربية. إلى اللقاء في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا لكل المستمعين والمستمعات. كنتم مع أجيال جي بي تي، بودكاست من أجيال يحاكي تقنيات الذكاء الاصطناعي في برنامج إذاعي.